السلام عليكم. واش ناخذ الكرياتين في رمضان ولا لا؟ اول حاجه نبغيكم تعرفوها ان الكرياتين نورمالمون شنو كيدير، كيلعب بنسبه السوائل في الجسم، يعني كيحبس لينا السوائل في الميسكل ديالنا. الا كنتي انت قبل رمضان كتاخذ الماء الكافي، يعني نفترضوا مثلا 3 ايترو، وبقيتي في رمضان كتشرب هذيك 3 ايترو ديال السوائل، هنا نقول لك كمل، ممكن تكمل في الكرياتين. ولكن الا كنتي في رمضان غادي تاخذ قل من السوائل اللي مالف كتاخذ قبل رمضان ولا بعد رمضان هنا غادي نقول لك من الاحسن تحبسوا حتى المور رمضان وعاود تاخذ الكرياتين. وشكرا.